السلام عليكم يا فامي. حشماني يعني. لا مش حشمان، ستريسي وفرحان ومخلوع، اي حاجه جمعت لي فدل. ترى هذا احسن بلان في بلان. قال لي ما بغيش نقول احسن فيديو في العالم، ولكن نقدر نقول من احسن جوج فيديوهات داروا بهالطريقه. تكونوا فهمتوا البلان. دابا عيط ليونس قلت لي راه مورد عنده واحد الغراض، اجي قدي معايا الغراض. يونس ما تيقولش لا، نتوما عارفين بلي خديت لي واحد الطوموبيل مع خويا حامد، تحيه ليه، هي باش يخدم بها. من بعد واحد طول انتظار اللي كنت موعد يونس، كنت موعد يونس باش ندي لاوروبا باش يمشي لفرنسا باش يصوفي راسو لحقاش. بلا ما نقول لكم بلي يونس الظروف ديالو صعاب، يلا كان مريض وما كانش طلاق حتى باش يشري الدواء، وهو ما كيرضاش واخا تبغي تعطيه. يونس راجل، يونس راجل وولد الناس، نعمل الرجال الصراحه. وعدتو باش بواحد النهار والله حتى غادي ندي، وربي ما خيبنيش، ربي ما حشمنيش. عرفتي كنحمد الله وكنشكرو انني قدرت نصوفي خويا يونس. ودابا حضرني عليه واحد الفيزا، نجبد اللعبه الحلم الدراري المغربي والحلم ديال خويا يونس. اقسم بالله العلي العظيم ما فخبره شي حاجه، اقسم بالله والله ما عارف مسكين. تخيل تكون عندك فيزا وانت ما عارف كيفاش لي زيطاب اللي درت، حيت الباسبور ملي جينا من تركيا هو عندي ما عارف هو وين. المهم والفيزا باش جابها قولهم باش بتراجعها بروكيغاسيون خوتي. لا من بعد وغنشرح لهم كلشي من دابا، غنشوف رده الفعل ديال خويا يونس. اقسم بالله العلي العظيم ما فخبره شي حاجه والله ما عارف مسكين. عيطنا ليه دابا قلت ليه خويا، قال لي باغي نمشيو لاصال، قلت ليه لا اجي عندي نقضي واحد الغرض مع مراد ومن بعد نمشيو لاصال. انا دابا غنشوف رده الفعل ديالو. الحمد لله هو الباسبور ديال يونس كما كتشوفوا، نعيم يونس، وهذه فيزا نورمالمون فيزا طاليان. ناخذ داكشي علاش غادي نمشي مع الميلان ومن تما غادي ندوزو لباري ان شاء الله. خليكم معايا وغنشوف رده الفعل ديالي. لا فامي هو يونس جاي دابا من بعد نكمل لكم داكشي اللي باغي نقول. مي دابا يونس غادي نقول ليه بلي اجي ندير واحد الفيديو لبلال وحميد، نتوما عارفين بلال وحميد ديما كيشدوا فيه، ديما كيقولوا ليه على البريكولات على الخدمه. المهم علينا هذا موضوع اخر ما غتفهموهش، خلصونا. المهم غندخلها غنقول مراد صور نصيفطوا لبلال فيديو حميد، ومن بعد نبدا نهضر انا وياه على الخدمه هذه وغنجبد ليه الباسبور. السلام عليكم. صافي مزيان يعني. A few moments later. لا فامي كيف مشيتو يونس؟ يلاه صلى العصر، ريحتو انا باش نهضروا على واحد المشكل طارئ. كيف مشيتو اخر فيديو خديت يونس واحد الطوموبيل من عند واحد الدري بلا ما نقول سميتو، على قبل باش يونس يخدم بها. نهار داك الدري كنت غنتكاتب معاه نهار اثنين، شاف البريكولات كيجيو ليونس كيعيطو، قال لي انا مابقاش باغي نبيع الطوموبيل. ولي شنو ولا باغي يدير له؟ ولا باغي يكري النهار؟ شحال باغي هضر على المشكل خلاص. ولا هو مابقاش بصح قال لي اش غدير اخويا؟ راه كريت النهار ب 3000 ريال في النهار، وانت تبر راسك صور فيها اللي بغيتي، صور فيها 1 مليون. انت كي درتي لي وانا باقي الله غادي نشد الكليان، باقي الله قال بسم الله، يلا واحد البركه وصلها، يلا هادي يلا هادي يلا قلنا بسم الله. هو باقي ما حركنا حتى ساكينه، باقي ما تبين لنا ما دابا يونس انفرتكم الجره باش يجيكم من الاخر. انا الطوموبيل ما بقيتش باغي ناخذها، هذه اول حاجه. ثاني حاجه يونس متبوع، راه كيقول ما دار والو في الدرب، خدمتو مع هرموش، تحيه لخويا هرموش. هرموش وقفات الوقت في هاد الازمه، هرموش الرجوله وقفات الوقت في هاد الازمه. يونس دابا ما خدامش، كان عنده الطاكسي، عنده كاع البيرميات. شحال كنت كتجي في النهار اخويا؟ غير اخر مره صوت واحد النهار 46 درهم من عندي، واحد النهار 20 درهم درنا لها ستوريات. كنا باغي نتزوجوا، وحده جات هضرت معايا هي من السباليون، لقاها تدخل عندها انستغرام، لقاها كتهضر مع واحد ولا ما عرفتش في واحد مع واحد في ستوري. مسكين ما بغيتش نقول ما عنده زهر، ولكن متبوع ما عادش غادي نقول لك ما نكذبش عليك. شوف انا ديما العين حق، حتى الانسان اللي كيبقى يقول يونس انا ترى يومين وما شادين فيه في القهوه، يومين وما شادين فيه في القهوه، كيدير ستوريات تابعينه ويجيبوا بيا. اسمح لي يونس نقاطعك،
ما علينا. اي حاجه دار فايدو ما كتصدقش. حاولت نفرحو شحال من خطره، ديتو لتركيا، دبرت ليه في خدمه، عيت معاه، بغيت ندير ليه بروجي، ما كتبش. وعدتك واحد النهار، قلت لك واحد النهار قلت لي ندير شي بروجي. لا وعدتك واحد الحاجه اللي الامنيه ديالك. شنو الامنيه ديالك؟ تهضر صاحبي. الغربه هاك اخويا، هاك الباسبور ديالك فيه فيزا، هاك الله يسهل لك هاي الفيزا ديالك. يلاه امتى بغيتي نمشي؟ وليتا اقسم بالله وعدتك وفيت وعدي، اقسم بالله الوالده مسكينه الصباح والله يبارك لها. والله ما تقولها لك اخويا حلو. لا تسمع لي قلت لي شوف اولي هذيك الطومبيله بغيت تبقى تخدم فيها. قلت لها علاش الوالده؟ قالت لي ماما انا حلمت كاين شي حاجه ابعد من الطومبيل. والله ما نكذب عليك الوالده، ان شاء الله تقدر تشوف فيديو توريه لها رحاب ولا ولا من هاي. اقسم بالله ودات معايا قلت لي سير ودي الله يسهل، الله يفتح الابواب الخير. وهذاك السيد انا عرفتو بغا يوقف معاك مسكين، واقف معاك دير جهدو. والله يا خويا الحمد لله فرحتيني اقسم بالله. انا فرحت بزاف. كان مطيق والله ما مطيق والله الوالدين والله ما مطيق اخويا. يسلمك خويا حمد. مرحبا اخويا. والله يا خويا ما تيقت بالله. الله يرحمك الوالدين اخويا. مرحبا اخويا. مرحبا كلاسي. يسلمك. فرحان اخوتي، انا دموع الفرحه، انا كنبكي بالفرح. انا وعدتك اخويا واوفيت. والله ما تيقت. يا اخويا الفيزا ديالك اخويا الطوبية ديالنا وقت ما بغيتش اخويا. الحمد لله نقاتلك لاسيرونس، نقاتلك الحمد لله الوقت ديالك. انت اخويا فات 3 شهور والله ما تيقت. الحمد لله اخويا. اول ربي يصح لك اخويا، ما محتاج حتى شي واحد. واحد اللعيبه قال لي صاحبي راه ماشي قال لي حنا كنا عارفين باللي زعما حنا انا ملي خرجت الفيزا صافي ما بقيتش شريت الطوموبيل، زعما ما بقيتش شريت الطوموبيل فلوس الطوموبيل انا محتاجهم يونس. دونك هذاك الشيء درتو غير باش ندخلكم في الفيديو. وانت اخويا الحلم اللي حلمتي حياتك كلها هو تحقق اخويا. الله يسهل عليك يا ربي. ان شاء الله انت معايا في باري، نمشيو لطاليا، خصنا ندخلوا على الطاليانية الاولى حيت فيزا طاليا شينغل، ومن ثم باري اخويا مع الحبيب. الحمد لله سكرت لك السكنه، سكرت لك كل شيء، كل شيء مسوق. بين الطياره ناخذوا اخويا الحاجه. والله تكون مرضي والله ما تخيف. كتقول لي الوالد شوف نفرحوا الوالد دابا اخويا، دابا نمشيو نفرحوا الوالد. كل الله صال له والو صافي. مبروك عليك اخويا. والله تستاهل. تستاهل الوالدين. مرحبا الله يبارك لك يسعد الخير. بالله خويا خويا انت عندك الدموع يطيحوا في الفيزا خويا بتيا تصبر رب خويا حماد اسي خويا مشيت بسولك اخويا. انا كدير معايا مشهور صراحه والله. مرحبا الوالدين الله يخليك خالتي زكيه الله يخليها لك. مسكينه ديما كدعي معايا مسكينه عارف كروج الله يحفظها وكل شيء عزيز عليه انت وكل شيء كيتعب معاك وكل شيء كيوصي لي. الحمد لله بغيت اي واحد سهل لي الله ما يمسكش خوته. كشف اتصالات الدراري اللي كيعيطوا لك، الدريات خارج المغرب داخل المغرب، سبحان الله كنقول حمدك يا ربي وشكرتك. الحمد لله قلب زوين اللهم لك الحمد، هذا بفضل الله تعالى وفضل الوالدين. شوف تكون مرضي مع الوالدين والله ما تخيب بالله، تكون مرضي مع الناس. هذوك اللي كانوا كيبغيش يتزوجوا يكون قلبك زوين. شوف اللي كانوا كيبغيش يتزوجوا بك وداك الشيء. دابا يا دير الغربه تقول لهم الغربه لا خدي ما بقاش غنزوجوا. والله يسهل ما تيخت واش والله تبصح خويا هاي الفيديو ديالك خويا يسعد تسك باسبور هكاك سيريا. ما عرفش نقول والله والله ما يعجز اللسان عليه الكلام. الحمد لله راك غنقطع هذا نقولها لك، باقي ما قطعتش اخويا. تنشوف بغيت تسلم على الوالده وتهضر مع امها انت راه مشي واحد الوالده ديالك دابا ما تبغيش تبان في الفيديو. المهم الوالده ما كاينش مسكينه غدا تتعد خير. امتى غتجي؟ لا شي بالليل تعلمي لهم شي واحد شي واحد نفرحوها. انت لا تقول لها نصحها نصور ردات الفعل ديالها تخلينا نصورها الوالده. صوره غير من الظهر. غير من الظهر هاك يبان غير. المهم غاتخايلوها غاتخايلوها انتوما صافي باقي ما متيقش. تخيل نقول لك البراندي بعدا هو في خبارو باش نكونوا متفقين على واحد الحاجه. هو في خبارو بلي انا غندفع عليه الفيزا. هو في خبارو
غير هو في خباروش واش خرجات باش ما نقولوش لكم زعما هو في خبار راح نعطيه قال لي يعطيني باسبور قال لي هو في خبارو قلت له كاين واحد البلان يلصق قال لي لصق لي في الله خير ولا وكنت منه الخير اخوتي تكون الامور ميسره ويكون داكشي مزيان حيت خصني دابا نمشي ندير لي ريزيرفاسيون ديال الاوتيل خصني نمشي ندير لي فورا خويا هاي 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 خذ خذ الطاري ديالك فين كاين طاليان طاليان كاين في كوم نجوا لي زياده شوف اخويا الميره الاولى من تما بار اخويا يا راي ديك الباس يا راي مزيان خوتي ما نكتبوش عليكم اخوتي خوت شوف ما عرفت الله تعرف سكت سير على الكلام ما عرفتش نقول لك خويا حبيبي الله يسهل عليك اخويا صراحه مراد خويا هذه غير البدايه خويا صح هو حقا مراد عندك اخويا مراد انت راه شروقات خويا مراد خويا قال لك مراد هو اللي حاجه يقدر يعاونك فيها هو البيه على حسابو الله يرحم الوالد اخويا انا خويا مراد راه خير وصافق صراحه صراحه الرجوله خويا مراد مسكين ديما كيقول لي شوف حتى شي حاجه داك النهار كيعطيني فلوس طاكسي كدوز بيه من الطاكسي شكون غيدير ما كاتش راه تسنيناه كان غيكون معنا مراد نورمالمون ولكن الحمد لله قلت لي ما قدرش نجي صافي دابا هادشي اللي كاين المهم كنتمنى واخوتي كمل هاد الفيديو في ليلة ان شاء الله صلاه والدراري والله طيبة فيك اخويا الله يستر على الله اخويا الحمد لله يا رب انا وفينك يا حميد ها بلال حميد ما تكعوش الى بلاتي باش تكون عارف اخويا حامد انا اقسم بالله سولوني سولوني قلقلو قلتو والله ما كاين شي حاجه انا حلفت ليهم كاع ولكن فعلا علاش غنكذب اخويا لما الله ما فراسي شي حاجه وانا بغيت نقول ليه باش ما يبقاش معول في الاخر ما يكون والو ودابا حامد وبلال غتسلم عليهم قبل ما تمشي ولا تما تقول لهم لا لا انا نسلم عليهم هذوك يبقاو عندي يعني خوت وصحاب وجيران لا كنضحكوا لا عادي حنا بالعكس راه كنشاركوا الضحكه والمحبه والماكله بيناتنا والله خوتي حامد لا بالعكس حنا ضروري نشاركوا معاهم هادشي ما يمكنش انا والله ما فراسي اقسم بالله ما فراسي لا اقسم بالله العلي العظيم ما فراسي اقسم بالله والله شاهد اليوم اقسم بالله العلي العظيم راه بينا ما ردت الفعل ما بغيتش نقولها ليه قلت خليتها نقاد الامور ديالي كان عندنا عريس البارح كان عندنا المهم بلا ما نكون نهضروا خوتي الله يسهل عليك خوتي السلام عليكم شكرا خويا مراد باي باي مراد ربي يقلع الفابور غدا مشاكل يا رفيق السلام عليكم